ما حد يريد العراق قوي دكتور نجم. كل الدول المحيطة بيك والغير محيطة بيك ما حد يريد العراق قوي، يردون العراق عبارة عن مول كبير يصرفون بيه بضايحهم، أكثر من هذا ما يردون، لا يردون طبيب يفتهم، ولا يردون مستشفى ناجح، ولا يردون معمل يشتغل، ولا يردون قطعة أراضي. شوف هسه الآن مستمس قبل كم يوم مات الطماطة البارحة واليوم ما أدري شنو اللي جاء، جتها وجبة مثل وجبة السمك. غير ربك لا شحشها لله، كله فعل بشرات. غير يحيي دمر الطماطة بالزبير تدمير كامل، مزارع بالمئات. غير طماطة الولد من إيران تجي. لا هسه بغض النظر، بس دا أقول لك أنا العراق يردوه مول. أنت ما ترغب واحد يجيب طماطة. لا لا كل الدول مشتركة، لا تسمي لي بس إيران، كل الدول مشتركة. السعودية تريد العراق مول، والكويت تريد العراق مول، وهاي البصرة ليش ما يخلوها تنهار؟ لأن مليارات تندفع. خطيئة العراق. ها؟ خطيئة. العراقي مو خطير. تدري ليش مرات تشذب؟ أنا والله العظيم تدرين أباش أقول؟ تشذب عليه ويصدي. أقول الشعب العراقي لو يدري. ماكو واحد لا هوية برا. أنا أقول دائما أقول الشعب العراقي لو يدري شنو اللي جاي يجري من هاي الطبقة السياسية، واللي جاي يجري بالوزارات، وشلون جاي يتم هدر الأموال وتعطيل المعامل وتدمير المدارس، والله يطلع كله بلا هدوم. ما تبجون. ملينا ما يسمعنا. شعب العراقي ما يسمعنا عمي. الناس يسمع الشعب العراقي؟ لا يسمع. ما يسمع والله ما يسمع. ولذلك انت جربت. ما يسمع. انت جربت. شعب قاعد وساكت. من البصرة قدمت 18 شهيد، 20 شهيد قدمت، والنتيجة شنو؟ منو قاتل؟ قابل البصرة كلها تموت. منو قاتل؟ ولذلك الناس مرات تعطي فرصة. انتم قدموا، انتم تحكمون على كل الملفات. انت تتذكر والله ما خلينا ملف ما قدمنا يا شيخ. ما عندنا. انت الان خاطب الرأي العام. انا جاي خاطب الرأي العام. خاطب انا فتحت اكثر من 16 ملف، اكثر من 16 ملف بمليارات. زين شنو ابرز هاي الملف؟